السلام عليكم خوتي، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين. اليوم جيتكم واحد الموضوع جديد، شي حاجه دوريجين، شي حاجه اوريجينال، يعني بالصحف، يعني من التلفازه. ما كاينش شي مونتاج، ما كاينش شي ما عند هذا ولا ما عند هذه، كل شيء الواقع والحقيقه في دقيقه. المهم اخوتي، دخلوني شاف الموضوع. مدريد ابتداء من شهر 7، يعني خوليو، غيبداو يعدلوا واحد البطاقه كيسميوها الديني مينيسيبال، هي هذه اللي كتشوفوا في بانتايا. المهم اخوتي، هذا الديني مينيسيبال كيتعطى الناس اللي عندها فوق 6 شهور، يعني الاقدميه 6 شهور، اللي جايبين في مقاطعه مدريد، في بروفينسيه مدريد كامله، يعني يكون عنده الاقامه 6 شهور بشهاده السكنه وبالاثباتات والادله، يعني شهاده السكنه شي ما كتمشي تقرا في مدرسه. المهم باللي انت اكتيف في ديك بويبلو، في كيعدلوها في البلديه، في ايونتامينتو، يعني الدراري اللي بلا كواغط وباغا تبرد الديني مينيسيبال راه في الصالح ديالهم. علاش هاد الديني مينيسيبال كيفيدك بزاف د الحوايج؟ كيفيدك تقدر تكري الدار، تقدر تكري الدار بالكونتراتو، تقدر تشري شي حاجه بديك النمره، تقدر تشري مثلا اي حاجه، تصيفط فلوس، تمشي المكتبه، تمشي تفتح حساب في البنك، يعني غادي سوسياليست كاملين من حقك تقوم بيهم. تعدل كارطه ديال الطبيب، حيت دابا مؤخرا كراطي ديال الطبيب مابقاش كيعطيهم باسابورت الناس اللي ما عندهمش شي كواغط، كيعطيهم غير الناس الحاملات والمينوريز. ما علينا، هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو ديني مينيسيبال. هاد ديني مينيسيبال هذا كيجي في الاسم ديالك، الاصل ديالك، يعني الارقام ديال الاحصاء، يعني كيجيك الديني، يعني واحد ديك البطاقه كيجي فيها بحال رقم ديال لاكارت. المهم المعلومات ديالك كيجي فيها، وهاد البطاقه هادي انا كنقول لكم، يعني في اهم حاجه كتفيدك هي يعني تقدر تدور في اسبانيا فيما بغيتي. وثاني حاجه لفادتك يعني بزاف بزاف اذا وقف عليك المخزن، مثلا وقف عليك المخزن وانت ما عندكش الكواغط، كتجبد له ديك الديني هذاك. اول حاجه المخزن ملي كيوقف عليك كيقول لك داميتو ديني، يعني راه الديني ديالك انت عندك ديك الديني مينيسيبال، يعني هذاك هو اثبات الهويه ديالك بدل الباسبور. يعني الباسابورتي ديالك من احسن ما يتجبدش حدا البوليس، لان فريد كان اي شخص ماشي في الشارع وقف عليه المخزن طلبوا له كواغط كيجبد لهم باسبور، يعني الباسابورتي ديالك. اش كيعملوا معاك؟ كيشدك البوليس، كيديوك بكوميساريه، كيبصموك ويصوروك ويطلقوا لك مثلا. يعني هاد الطريقه اللي خرجوا دابا جديده مزيانه للنادم اللي بلا كواغط، يعني ديك البطاقه هذاك من حقك الدور فيما بغيتي. يوقفك المخزن كتجبد ديك الورقه باللي انت مقيم في مقاطعه ديال مدريد، يعني انت يعني انت مقيم هنايا، عندك اثباتات. ولكن باسبور لا، الباسابور كيكون بنادم عنده فيزا مطبوعه، يعني بنادم ديما كيكون معرض للخطر، تقدرش يتحرك بزاف حيت الباسبور معروف مولاه بلا كواغط. ولكن ديك الديني هذاك كافيك، هذاك تقدر تدور به، تقدر تعمل به كلشي الا تعود بين البلاد. من حقك تما تدور بين اسبانيا، ولكن باش تعود من المغرب ما تقدرش، ولا تخرج على اسبانيا مثلا طلع فرنسا ما صالح لكش، صالح لك غير في وسط اسبانيا تدور به. وهذا مزيان كيفيد بنادم من ناحيه ضد الدوران ومن ناحيه اي حاجه، يعني المهم اللي ما جي احسن. هادشي اللي كنلاحظو حنايا، يعني بداو كيسهلوا، بداو كيبدلوا شويه في القوانين، وان شاء الله يحلوا الكواغط. والدراري اللي عطاو لهم هاد الميني الديني مينيسيبال، هاد الديني مينيسيبال راه يفيدك، وفي نفس الوقت يقدروا يحلوا الكواغط دابا، يقدروا ما يحلوهمش دابا. انت اعتمد على الريغو سوسيال 3 سنين، مادام انت عندك هاد الديني مينيسيبال راه يفيدك بزاف، احسن بلا والو. حتى كاين بنادم انا قلت لكم كيشبروه بمخزن بلا كواغط، كيديوه الكوميساريه كيبصموه وكيصوروه وكيطلقوا له. كاين شي واحدين كيطيحوا فيهم معكسين، كيديهم اكستران خيريه الحبس كواغط، ولا كيدي ولا كيوسخوه مثلا، كيعطيهم اكسبلوسيون طرد. ولكن هاد الكارطه هادي يعني كتحتم على المخزن، ما تعمل معاك حتى شي حاجه، يعني المخزن كيجبر عندك هاد الورقه هادي، هاد البطاقه هادي، كيعرف بلي انت محصي في مدريد، وهاد يعني عندك الرقم ديال الديني، وهذاك الرقم الديني كيفيد بزاف اخوتي. والدراري اللي ما عندها شي كواغط تمشي وتشوف وتسقسي، راه هادشي راه كاين، ماشي زعما هضره خاويه، علنات عليه كالديس هاد مدريد، وهادشي غيتنفذ تعدل في ايونتامينتو
بلديه يعني الدار اللي جايبه فوق 6 اشهر عندها اثباتات، عندها شهاده السكنه، من حقها تمشي تطلب هاد الديني ابتداء من يوليوز يعني خوليو. واخر حاجه غنقول لكم، ديما الدراري اللي ما عندها شي كواغط ديما تاكتيفي راسها، اكتيفي راسك مشي للمدرسه تقيد، تسجل، مشي للمكتبه، عمل كارطات المكتبه، مشي مثلا تسجل اي حاجه، سجل راسك فيها ديك على حسب ديك الوثائق، ديك الادله كتثبت باللي انت كتقوم بالانشطه ديالك في اسبانيا على حسب القانون 3 سنين. انا كنقول لكم يعني مع اخوتي حاولوا ديما تمشيو للانشطه الاجتماعيه، حاولوا تسجلوا في مكتبه، تسجلوا في مدرسه، فيما كانت شي حاجه تسجلوا فيها، داكشي غيفيدكم في القانون 3 سنين. يعني 3 سنين متابعه، خصك تجي لهم متابعه هنا عندك شواهد، عندك اثباتات. المهم خلينا في الديني مينيسيبال. الديني مينيسيبال في الاول شهر 7 ان شاء الله مشيو للمكتب، مشيو للبلديه وهما يعطيكم انفورماسيون شنو غتجيبوا، ما كاينش شي حاجه صعيبه، كلشي ساهل. المهم تما ما عليكم غير تكون عندكم هاد الكارطه، حيت غتفيدكم بزاف من ناحيه المخزن، من ناحيه اي حاجه تكري تعدل اي حاجه. المهم اخوتي انا صورتها لكم وغنخلي لكم الصوره في الاخر ديال الفيديو، كيفاش عامله هاد البطاقه بحال ريسيدنسي يعني بحال اقامه، شني مختلفه بعض الشيء ولكن فيها المعلومات واثبات الهويه ورقم التسلسل اللي غيعطيوك. المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، وكنتمنى تبارطاجيو معنا وتابوناو معنا، وباقي ان شاء الله الجديد ولا كانت شي حاجه انا في